انما اللي بدنا نقوله اليوم تعالوا مثلا انتوا بتسمعوا هالايام هاي احداث الغوطة ومن قبلها سمعتوا في احداث حلب ومن قبلها في العراق مدن عراقية مختلفة ومن قبله ومن قبلها افغانستان. تمام انما اللي ببؤرة الحدث ايش الان في الغوطة؟ ليش هو بالكم اللي بنقتل بالامراض والظلم والبطش في مصر في اليوم؟ ما هو بجوز قد شهر عن الغوطة بس بدون ضجيج، بس بدون، طبعا انا كلمة شهر هاي متواضعة، ما يموت من 90 مليون او 89 مليون في مصر بالبلهارسة والامراض وكذا والبطش والاغتيالات والجوع وغيرها مع وجود هالظالمين، هاي اعداد هائلة، بس بدك ناس تحصي. طالما هالطغاة موجودين معناته وين ما كان اللي بيحصل اليوم في الغوطة، اولا ما يحصل في سوريا تضرب امثلة في بطولات ما عرف التاريخ مثلها. لما تدرسوا ايش الواقع العسكري وخرائط الجيوش والاسلحة المستخدمة وسماء مكشوفة وجود طائرات والى اخره تفاصيل في عدة اماكن، طبعا مش بس في الغوطة او غيرها. الغوطة قديش لها اصلا؟ 6 وقربت 7 سنين تصير وهم صامدين. لكن لاحظوا حصار كامل صمود سنين، وكل ما حاولت وعلى فكرة هي قديش بعيدة عن دمشق؟ فش هي في دمشق يعني، لا شو 7 كيلو؟ طب ما هو هي في بلد زي رام الله، هيها 7 كيلو هي في البلد يعني، مش هيك؟ كيف في عاصمة؟ ايه سنين وموجود قوات جاي من ايران، قوات من العراق، قوات شيعية من باكستان، شو قوات شيعية من افغانستان، الروس الى اخره تفاصيل. وجماعة الاسد، شو القصة؟ في صمود اسطوري. ولكن بدي تنتبهوا الى انه الاعلام مرات بيحاول يدخل اليأس للنفوس، فبعطي صور وبكون المقصود فيها مش بس انتو، والمقصود فيها كمان اللي في داخل مثلا الغوطة. لا، داخل الغوطة الناس عندها معنويات وعندها ايمان وعندها ثقة ومستعد تواجه، لكن مرات الاعلام هو يطبل ويجيب لك اللي بعيط واللي بلطم واللي كذا. شو بصير في الامر؟ هي نوع من التخذيل. لكن اللي كنت بدي اقوله في موضوع الغوطة وكنا سبق تحدثنا، اولا مسؤولية كل من كان قادر من الأمة الإسلامية حسب قدرته على نصرتهم ولو بكلمة ثم يتخلف عن هذا، ممكن يشبه اللي بتخلف يوم الزحف. ومن يتولهم ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، وإيش كمان؟ وما هو جهنم، وإيش كمان؟ ما هو جهنم. فحتى لو قاعد انت في دارك وبتقدر تنصرهم بكلمة، هذول الابطال اللي، ومع ذلك في ناس بوقفوا مع الطغاة. تصور قديش هذول ظالمين لانفسهم، وقديش يعني راح يكونوا في المستقبل بين الشعوب، نظرة الشعوب لهم. هذول الناس اللي خانوا الشعب السوري في اللحظة المناسبة او غير المناسبة يعني. طيب هاي واحد قضية النصر. اذا مين قال؟ الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب ويعلم كل واحد ايش بقدر يقدم لاخوته في سوريا وفي غيرها.
واليوم هاي الناس قادرين حتى بالإعلام. انتوا تقولوا لي احنا فلسطينيين ومحاصرين، طب تقدروا برضو في الإعلام. وكثير منكم اليوم بقعد على الانترنت وغيرها ساعات، تقدر. هاي واحد. ثم ما يحصل في الأمة حتى الآن أساسه الطغاة. مين اللي بتفرج؟ مش الشعوب. الشعوب على فكرة، الشعوب لو كانت بتملك إرادتها ما بيحصل اللي بيحصل الآن في سوريا، ولا في ولا اللي بيحصل في ليبيا ولا غيرها. لأن طول عمرها الأمة على فكرة كانت تنهض وينصر بعضها البعض، ولأنهم أصلا أخوة. إنما المؤمنون إخوة. طيب الآن اللي على فكرة اللي بخذلهم قاعد هم الطغاة اللي أصلا خذلوا شعوبهم وهم لصوص وأصلا موظفين من قبل الاستعمار في فترة التخلف، ولا يزالوا بتحكموا كلهم يعني النظم نفس النظام. حتى الانقلابات اللي كانت تحصل كان يكون وراءها. وحرب 48 سلموها بسبعة أيام، وأنا سبق بيّنت لكم، والسبعة وستين ست أيام، وقال الناس صدقت إنه الجيوش بتهزم. طب ما هينا شايفين هاي الغوطة بتفضح اللي في 48 سبعة أيام. في ناس بيناقشوني بيقولوا لي لا ثمانية أيام، وفي 67 ستة ثلاث جيوش. وطبعا كانت جيوش ثانية قال جاي غير الثلاث، في الأولى سبعة وفي الثانية أكثر كمان. طيب ست أيام بيكذبوا عمين هذول. ثم اللي بيصدقهم مين؟ وقال بيصدق ناس قال يعني بيسموا حالهم محللين ومفكرين، يخرب بيتهم ما أغباهم. هاينا شايفين في الغوطة وفي غير الغوطة، ومن قبلها شفنا في غزة. انتوا باقين اذا تنهزموا بست ايام؟ كيف يعني؟ عم تضحكوا انتوا؟ اذا انتوا مين يلي لا تزالوا موجودين؟ مين؟ ولذلك بقولها دائما، طالما الأمة بتختارش حكام الأمة في خطر، وكل يوم والثاني بودوك على مذبحة. كن قالوا لو ظلهم ساكتين، ما هم لو ظلهم ساكتين زي ما سكتوا في السعودية راح يشوفوا كمان، وراح يشوفوا كمان إلى آخره. فهون هذه القضية الثانية فيما يتعلق. أما أنتم بالكم خايفين؟ أنتم هذه الشام مبارك فيها، والله سبحانه وتعالى بيخرج، وراح يكون لهذا الصمود له ما بعده. الصمود راح يقول كل جيوش هائلة أجت من كل العالم، مين اللي قاتلها؟ جيوش هائلة جت من كل العالم، مين اللي عم بقاتلها؟ وإيش أسلحته؟ وكمان محاصر؟ إيش هذا؟ هذا عمره ما حصل بهذه الطريقة. حتى لما كنا نسمع عن بلاد تحاصرت تكون مساحات هائلة، يعني في مجال كان هون. جيوش مش قادرة تتقدم. حتى لو تقدمت، أنا بدي أقول فرضا لو تقدمت، وفرضا لو استطاعت هذه الدول المتآمرة، وعلى فكرة من ضمن المتآمرين كل الطغاة الموجودين على العروش. انسوا إذا في واحد بيقول إنه بأيد، مرات بأيد كيف اللي أجوا هون على غزة قال مشان يقدموا مساعدات، اللي أجوا من الإمارات ثم اكتشفوا إنهم بتجسسوا قاعدين جايين يقدموا مساعدات، وبيسألوا الناس هيك ومساعدوا مش وبعدين بيشتروا أراضي وبيبيعوها لليهود. هذول قال بيبعتوا مساعدات، هذول بيبعتوا حتى تعرفوا إيش. حتى لو شفته يبتسم لك، حتى لو شفته بيقول لك أخي، حتى لو شفته انسى. أنت مين أصلاً؟ ومين اللي اختارك من الأمة؟ مين؟ أي واحد ما اختارته الأمة انسوا. حتى اللي بيقول لكم أنا أسلام وبدي الإسلام وبطبق الإسلام، كله كلام، لأنك أول خروج على الإسلام أنت موجود بدون ما ترضى الأمة، هذا أول خروج. طيب فهون الآن ما فيش خوف. حتى لو تصوروا، أنا بدي أفترض الآن جدلا، كيف لما قال الله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا مثلا، إحنا قصدي مشان أقرب الصورة، حتى لو نجحوا مثلا في هزم هالثورة في سوريا أو الجهاد أدق في سوريا، انتوا عارفين شو بصير؟ سعيتها ستدفع اثمان الطغاة وكل الدول اللي تآمرت، ويصيروا بكرة يقولوا لك يا شيخ اعطينا فتاوى، هذول نازلين فينا في عقر دارنا وعم بيقتلوا وبيقيموا من ده، وافتونا وافتونا افتونا انهم ايش؟ ما بصيرش وما بصيرش يفجروا وما بصيرش يقيموا وما بصيرش. والله يشوفوا الويل، يخرب بيتهم ما اتيسهم.
لا يلفوها ويسلموها للشعب من الآن وإلا. ما هي كرة اتدحرجت من 79 للآن، من أول ما دخل الاتحاد السوفيتي أفغانستان لحد الآن الكرة بتدحرج وبتكبر والخلاص قادم. وإذا ما كانوا حكماء الناس اللي بدهم يحافظوا على مصالحهم راح تضرب مصالحهم في كل مكان. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيك.